ما حكم زيارة المساجد التي فيها قبور خارج المملكة ويقول من باب الاستطلاع فقط؟ سأل ربك العافية، لا تزرها وابتعد عنها، ابتعد عنها، الابتعاد عنها أفضل لك وأحسن، إلا إذا كنت تريد الإنكار على أهلها وبيان الحق لهم ودعوتهم إلى التوحيد فلا بأس بذلك. أما أنك تزورها وتسكت تفرج فقط فلا يجوز لك هذا، ابتعد عنها وسأل ربك العافية. نعم.